وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جمال. محمود، بعد التحية صف لنا الأوضاع لدينا الآن في معبر أبو سمبل النهري. محمود جميل، يتجدد اللقاء معكم في هذه التغطية المستمرة لتوافد السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين، وتحديدا في هذه النقطة ميناء أبو سمبل النهري. الآن عدد كبير من الحافلات، نتحدث عن 7 حافلات بالفعل في ميناء أبو سمبل النهري، وصلوا من معبر قسطل منذ قليل بها عدد كبير، مئات الوافدين السودانيين للتحرك إلى الوجهة التي سيتوجهون إليها. وأيضا غادرت مرة أخرى العبارة التابعة لمحافظة أسوان وبها عدد من الحافلات معبر قسطل. هذه الحافلات السودانيين المتوافدين على معبر قسطل تحديدا الذي يستقبل في اليوم الواحد 3000 وافد مما أعلنته محافظة أسوان، لكن تتجدد الصورة أيضا بعدة نقاط هامة. النقطة الأولى هو تجديد جمعية الهلال الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الخدمات التي تقدمها، خاصة الخدمات الغذائية المأكولات والمشروبات في النقاط الثابتة والمنتشرة والمشتركة في معبري قسطل وأرقين على مدار الساعة. تقوم جمعية الهلال الأحمر على مدار الساعة بتقديم هذه الخدمات للوافدين عبر معبري قسطل وأرقين، لكن التوافد الأكبر تحديدا في معبر قسطل بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى، حتى أيضا خدمتين تمتين النفسي خاصة للأطفال القادمين من السودان والأسر، يعني بسبب بعض المشاهد التي رأوها في السودان، المشاهد الصعبة والمؤلمة، فيقومون برفع الروح المعنوية لهم. وأيضا يعني بعض الوسائل الترفيهية للأطفال من بعض يعني استغلال الهوايات في الرسومات وغيرها للتخفيف عليهم ورفع الروح المعنوية لهم. الخدمة الأخرى هي تقصي الحقائب في متابعة الوافدين الذين يصلوا إلى معبر قسطل في متابعة ذويهم الذين تركوهم في السودان، من خلال توفير عدد من الاتصالات والاطمئنان على حالتهم ومتابعة هذه الحالات في السودان. إذا كانوا سيلتحقون بأسرهم خلال الفترة القادمة، يتم متابعة هذه أو هؤلاء الوافدين لإلحاقهم بأسرهم في أي منطقة أخرى. النقطة الثالثة أو الهامة هو لقاء السيد السفير سامح شكري اليوم بمفوض شؤون السياسة والأمن والسلم في مجلس الأمن في الاتحاد الإفريقي للتشاور حول الأوضاع، والتأكيد على اختيار مصر ضمن الدول أو مجموعة مصغرة من الدول المجاورة لمتابعة النقاشات وتنفيذ خارطة الطريق في الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالسودان. فهذا يؤكد على الدور الإقليمي والدولي الذي تقدمه مصر لدعم الوافدين السودانيين. شكرا لك زميل محمود جميل، كنت معنا من معبر أبو سمبل النهري، حيث توافد المصريين وجنسيات بعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية. شكرا جزيلا لك.